باب النعط. النعط إما رفيع لمدمر يعود للمنعوت أو لدمر، فأول الكسمان منه أتبعي من عوتاه من أسرة لأربعي، في واحد من أوجه الإعراب من رفع أو هبط أو انتصاب، كذا من الإفراد والتذكير والتيت والتعريف والتنكير. كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل، وثاني الكسمين منه أفردي وإن جار المنعوت غير مثمر، ويعنه في التأنيس والتذكير مطابقا للمنهار المذكور. مثاله قد جاء مرتان منطلق زوجه العبدان، ومثله أتى غلام سائلا زوجاته عن دينها المهتجلا. باب العدف. وأتبع المعتوف بالمأتوف عليه في إقراب المعروف، وتستوي الأسماء والأفعال في إتباع كل مثله طافي بالواو والفاء وآم وسوما حتى وبل ولا ولكن إما، فجاء نزد سوما عمل وأكريم زدا وعمرا باللقاء والما طعام، وفئة لم يأكلوا أو يحذروا حتى يفوت أو يزول الموت.